إسرائيل تخصص 4 مليون دولار لبناء سفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تخصيص 14 مليون شيكل، أي ما يعادل 4 ملايين دولار تقريبا، لإنشاء سفارة لإسرائيل في شارع بن بركة بالحي السويسي في العاصمة المغربية الرباط. حسب صحيفة يديعوت أحرانوت، فإنه بعد عام من افتتاح وزير الخارجية يائير لابيد للبعثة الإسرائيلية المؤقتة في الرباط، سيتم بناء السفارة النهائية على قطعة أرض مملوكة لإسرائيل في حي السويسي بشارع بن بركة، وسيتم الانتهاء من البناء بين عام وعام ونصف في ذات المنطقة التي كان يوجد فيها التمثيل الإسرائيلي المؤقت في المغرب، حتى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2000 بعد أحداث انتفاضة الأقصى.